ننتقل لفقرتنا التالية اللي نحكي عن موضوع يمكن كتير شائع بمجتمعاتنا ولازم نحكي عنه بشكل كبير. صحيح نورة، رح نحكي عن مرض بيهدد مناعة الإنسان بشكل عام، بيجعلها تهاجم نفسها وتدمر الجملة العصبية، وهو ما يعرف بالتصلب اللويحي. معاناة طويلة ممكن ما بيعرفها غير المرضى أنفسهم وعائلاتهم، لكن الدعم النفسي والمتابعة الصحية كان البلسم لهي المعاناة الطويلة من خلال جهود دعم وقدمتها طبعا جمعية دعم مرضى التصلب اللويحي في سوريا، اللي رح نعرف عنها أكثر وعن نشاطها بمجالات مختلفة بتتعلق بدعم المرض وأيضا المرضى وأيضا العلاج النفسي وغيرها، مع الأستاذة منال شقير أمينة سر جمعية التصلب اللويحي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. بداية قبل ما نحكي عن المرض وأهمية الدعم النفسي للمرضى وعائلاتهم، خلينا نحكي عن الجمعية، يعني إمتى تأسست، وخلينا نحكي عن أهدافها الأساسية. الجمعية تأسست ب 21/12/2020. نحن أول جمعية بسوريا تعنى بدعم مرضى التصلب اللويحي تحديدا. بدأت الفكرة الحقيقة بال 2019 كفريق عمل تطوعي. كان العمل بس يقتصر على لأنه مانا رسمية، كانت مانا مشهرة، عبارة عن تطوع كل نهار خميس بمشفى ابن النفيس اللي هو يوم توزيع الدواء المجاني للمرضى. أهداف الجمعية هنا 4 أهداف الحقيقة. أول هدف هو إحداث مركز صحي تخصصي مجاني بيقدم الاستشارات الطبية، التصوير المرنان، التحاليل، التأهيل، العلاج الفيزيائي، كل شيء بيحتاجه المريض المتصلب، حتى ما يعني بمكان واحد أسوة بغير بلاد موجود هالمركز فيها. طيب أستاذة منال، يعني اليوم هذا الجهد جهد كتير كبير، يعني جمعية واحدة يمكن ما بتكفي، مثل ما بنقول إيد واحدة الحالة ما بتسقف. تمام. فأكيد في لازم يكون في مشاركين، في دعم. خلينا نحكي شوي عن اشتراكاتكم ضمن هاي الجمعية لحتى تقدروا تقدموا هالمجهود الكبير. تمام، بس تسمحي لي كمل الأهداف. نحن 4 أهداف: الإحداث المركز، 2 تسليط الضوء على المرض والتوعية والتسليط حوله لسيما للمريض والبيئة المحيطة فيه، عائلته والمرافقين، وصولا للحلقة الكبيرة اللي هي المجتمع. ضروري ننتبه للأعراض ونلحقها من بدايتها. الهدف الثالث هو دعم مريض التصلب طبيا ونفسيا واجتماعيا. والهدف الرابع هو تأهيل كوادر تطوعية نوعية. بالنسبة للشراكات، هلا نحن واجباتنا انه نتشكر كل حدا شاركنا قدم لنا مساعدة فهو شريكنا. اول شيء طبعا وزارة الصحة مشكورة عبر مشفى ابن النفيس، والشكر لحضرة المدير وللجنة التصلب اللويحي الموجودة بالمشفى اللي بتقدم دواء مجاني غالي جدا واستشارات معاينات مجانية. ثاني شريك هو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نحن صحيح لجنة جمعية صحية لكن تحت مظلة وغطاء وزارة الشؤون. كوني أمينة سر أنا الحقيقة كل لطف وكل مساعدة من الموظفين وقت نحن بنتعامل معهم. الشريك الثالث وزارة الثقافة اللي بتقدم لنا المراكز الثقافية مجانية للجمعيات، عشان التوعية تماما للمحاضرات والنشاطات، والشكر لمديرة مركز كفرسوس الثقافي. رابطة العلوم العصبية اللي بتدعينا كل سنة اعتبارا من اليوم الأول للتصلب اللويحي بسوريا لتاريخه لليوم الخامس للمشاركة بهاليوم هذا. نحن بنشارك عبر تجارب ناجحة أو مو كتير ناجحة لكن محفزة. الأمانة السورية للتنمية عبر منارة باب شرقي بتقدم لنا قاعة لحتى نعمل ورشات عمل دعم نفسي شهرية بإشراف الأخصائية ريهام سرحان، مشكورة. وهلأ نحن بصدد تشكيل فريق تطوع دعم نفسي بتدريب خيرة الأطباء النفسيين. الشكر كمان الشركاء معنا، طلاب الجامعة اللي هن معنا بالفريق التطوع. صحيح. طلاب الطب والصيدلة والهندسة اللي بيجوا بيقدموا كل شيء. الحقيقة التطوع مو بس دور أو أنا حدك أو شيء، أحياناً بيجي مرضى لحالهم ما بيعرفوا يعني عن مستشفى ملبكين كيف ياخذوا الدواء، بدون يسربوا مثلا بيضلوا معهم التسريب، تجي الهجمه الكورتيزون بده كذا يوم بقى بيضلوا معه، واحيانا بيوصلون على البيت اذا كان وضع صعب كثير. الحقيقه المجموعات الاهليه التطوعيه اللي هي سمعت حكيم قدمت لنا شهر مجاني للمعاينات العصبيه بعده مراكز
وزيارات للأطباء العصبية للمرضى اللي وضعهم ما بيسمح لهم يطلعوا إما مقعدين أو ما عالجوا التشنج والتصلب بالعضلات بتعيق الحركة والمشي الحقيقة. مشكورين بدعم من شركة ترياق، وطبعا شركة ترياق اللي هي استضافتنا لفترة وقدمت لنا عرض كتير حلو للدواء، والإعلام شكر لكم. الإخبارية السورية الحقيقة واكبتنا من بداية التأسيس، كل الشكر، وأنتم بفضلكم عم نحقق هدف من أهداف الجمعية اللي هو التوعية وتسليط الضوء. طيب خلينا نحكي فعليا لما نقول مرض التصلب اللويحي، يعني بنعرف نحن قديش اليوم ما في علاج لهيدا المرض، قديش مهم نضبط هيدا المرض من خلال مثل ما قلتي مركز كامل متكامل. ما يقدر يعني المريض يحتاج ليروح لمركز آخر. هيدا المركز بيعتقد بيحتاج لتكلفة كتير عالية وكبيرة اليوم، وأياد الخير بسوريا يعني أكيد كبيرة، فكيف عم تقدروا فعليا هلأ تأمنوا كل هاي المستلزمات إن كانت مادية؟ يعني إحنا بنعرف الدعم النفسي وحتى المتطوعين، بس في قصص كمان تانية يمكن الناس ما بتعرفها قديش بتحتاج لمجهود كبير يمكن منكم أنتو. تماماً. هلأ نحن هذا هدف من الأهداف عم نسعى لتحقيقه. الحقيقة هو صعب هلأ نحققه نحن كجمعية، لأن مثل ما قلتي حضرتك بده إمكانيات مادية هائلة، خصوصاً إذا بدنا نحكي بتصوير مرنان أو بهالأمور هي كلياتها. نحن الحقيقة يعني على التبرعات، وهلأ الوضع الاقتصادي العالم شوي ضعيف، فحتى التبرعات قلت كتير. نحن حسب التبرعات اللي بتجينا فينا نقدم للمرضى. نحن قدمنا مثلا كتير تحاليل مخبرية وتصوير وبذل قطني حسب كمية التبرعات اللي بتجينا، أو حسب المتبرع وين بريد صرف يستثمر الهبة أو التبرع. حاليا هذا هو الوضع الحقيقة، وكل الشكر لوزارة الصحة اللي ما تراجعت عن دورها وعم بتقدم الدواء للمرضى اللي هو غالي جدا 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 جدا. أكيد. طيب خلال مسار جهودكم أكيد مرقت كتير قصص بنسميها قصص نجاة أو ناجيين اللي قدروا يتغلبوا على المرض، طبعا بفضل مساعدتكم وبفضل العلاج الذي قدم لهم يعني من الجهات كلها. إذا بتذكري لنا بعض هاي القصص اللي هي دائما بتكون حافز وبتعطي أمل للي ممكن يكون لا قدر الله أصيب بهذا المرض. في كتير قصص نجاح حلوة عنا، وهدول يعني أحلى شيء يمكن صار بالجمعية قصص النجاح الحقيقة. نحنا في عنا بتعرفوا أنتوا هذا المرض بيصيب الشباب، هو مرض لألف وجه وفجأة، يعني في ناس ما بيكون فيها شيء، يمكن أحد الفنانين من فترة تماماً أصيب بهذا المرض فجأة، يعني تماماً هو بيكون موجود لكن بيجي وظرف بيخليه نقص المناعة بيشتغل ببين بجسمه. هو مو نقص المناعة، أحيانا بتكون مناعة قوية هي اللي بتهاجم، بتأدي لتراجع غطاء الميلين عن العصب، بيأدي لهالمشاكل هي كلياتها. وحتى نحن لوجو شعار الجمعية فراشة، لأنه بيصير عمر الفراشات يعني، واللون البرتقالي هو اللون العالمي للمرض. نحن قصص النجاح الحقيقة في عدة أشخاص، واحد من بناتهم شاب العشرينات كان عم بدرس حقوق، بعدين توفى الوالد اضطر يشتغل، صار معه التصلب، ما عاد يقدر يشتغل، كان الشغل متعب ومضني بالنسبة له، وقف عن العمل، وقف عن الدراسة، ولا شيء أبدا نهائيا، اكتئاب بقى. نحن وتعرفنا عليه قلنا له أنت ما بيصير يعني لا شغل ولا دراسة، وأنا من الناس اللي بشجع على العلم كتير الحقيقة، وهذا بيكون دواء حتى كمان بيشغل وقته بشي بيفيده. صحيح. تمام. بقى الحمد لله كان المشكلة هي مادية الحقيقة، ما أنا مشكلة بسيطة، اندفع على القسط ومشي الحال للجامعة وكمل، والسنة الجاي بتخرج إذا الله راد، وهلأ بياخد العقل يعني، وكل مرة عم بينزل على التطوع نهار الخميس بكل ابتسامة وبكل تفاؤل الحقيقة الحقيقة. وطبعا في قصص ثانية كمان، في ست عنا بعد انقطاع 30 سنة عن الدراسة، تيتا قدمت بكالوريا ورجعت خلقت من جديد وغير شخصية تماما عن الأول. يعني في قصص نجاح كتير حلوة. كمان طبيب أسنان المرض أعاقه، اتجه لغير شغلات، للرياضة، لشيء تاني، وكمان بيلاقي حدا بيشجع الحكي، دعم مو بس بالحكي يعني، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بدك شيء تاني كمان مهم
يكون حدهم، والحمد لله يعني في قصص نجاح كثير حلوه. اكيد تحية لهم كلهم، واكيد بنتمنى فعليا كلهم نستقبلهم، نقول لهم فعليا قديش مهم هي القصص اللي بتزرع امل لكثير من المرضى. أكيد. اليوم خلينا نحكي عن الدور الاساسي اللي هو التثقيف والتوعيه بما يخص مرض التصلب الويحي، لانه بنعرف اساسا يعني في كثير من العيال او الناس ما بتقدر تروح تستشير اطباء، واحيانا في ناس بتحمل حالها الم زياده يعني في بعض الاشارات بتعطيك لا انه لازم يكون في علامات لهيدا المرض. قديش فعليا لما يكون في توعيه بهيدا المرض طريقه التعامل معه بتاثر حتى على نفسيه الشخص. فالهدف الاساسي من جمعيتكم الهدف التثقيف نعم. خلينا نحكي عنه والتوعيه قديش مهم اليوم. نحن الهدف او العنوان الكبير لنا الدعم هو حتى التثقيف والتوعيه بدي اقول كمان مهم جدا. نحن عندنا محاضرات شهريه، محاضرات تتناول كل المجالات اللي بتخص التصلب الويحي. اول شيء الناحيه النفسيه، الاكتئاب، الاضطرابات النفسيه اللي بيعاني منها المتصلب، التغذيه السليمه والعلاجيه، التصلب والحمل، التصلب وتاثيره على الجهاز البولي والجهاز التناسلي، الامراض المتداخله مع التصلب الويحي، احيانا ممكن يكون في امراض مناعيه متداخله معه احيانا لا، تاثير الكورتيزون على العظام والوهن اللي بيسببه، العلاج الفيزيائي، تيقظ الدوائي. يعني محاضرات كانت الحقيقه بشكل شاملة مستمر. هي المحاضرات بالضبط بشكل مستمر طبعا شهريه. نحن هاي للتوعيه، البدايات كانت ما كان قليل اللي كان يجوا، هلا لا كتروا. ونحن يعني بنحب مو بس المريض يجي، كمان اهله ليعرفوا شو عم بيحس. صحيح. المريض بالاضافه طبعا لورشات الدعم النفسي اللي عم نقيمها والمشاركه بيوم التصلب الويحي بسوريا. يعني فعاليات مهمه وانشطه مهمه جدا. شكرا. وجهود كبيره بنتمنى لكم فيها كل التوفيق والشفاء. شكرا. يا رب. شكرا. لكل الحالات. شكرا لدعمكم ولكل الفريق عضو اللي هن موجودين معكم. شكرا. وشكرا ايضا لوجودك معنا. ممنونه، شكرا جزيلا للاستضافه وتسليط الضوء. انتم دائما سباقين بالفضل حتى أهلا وسهلا فيكم. نقدم كل الخير لكل الناس. ما لنا فضل ولا من عاد، واجبنا تجاه الجميع. شكرا جزيلا. حابه تضيفي شيء قبل ما نختم؟ بدي اتشكر وزاره الصحه لان هي الحقيقه الداعم الرئيسي. نحن ما فينا ننكر لا مشافي الدوله ولا المخابر. صحيح. ولا الخدمات الاجتماعيه والتشخيصيه اللي بتقدمها لاحقا للمرضى. صحيح. ان كان بمشفى المجتهد لازم نعطي الناس حقها، والمواساة والأساتذة الجامعية، العمليات الشاروكية. صحيح. بالضبط، إيد واحدة ما بتزائف. هذا موضوع كتير كبير ومكلف كتير، ونتمنى من كل العالم يلي تجار، رجال أعمال بيقدر يساعد نتمنى. صحيح. لأنه نحن عم نساعد فئة عمرية شبابية لأمراض مزمنة. صحيح. بتطول كل الحياة، بده أدوية وقائية، بده علاج فيزيائي، بده دعم نفسي. هذا المرض منهك جسديا ونفسيا وماديا. فبنتمنى من اللي بحب يتبرع لنا ببنك بيمو على حساب، ممكن اقوله تفضل، الرقم الحساب 0482249 اكيد. نتمنى لكل المساعده. شكرا. شكرا اكيد. نتمنى لكم التوفيق ونتمنى الصحه والسلامه اكيد للجميع.